بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم يا خامس رح ناخذ استخدام المنظفات المنزلية، أخذنا الحصة السابقة. اليوم رح ناخذ أخطار استخدام المنظفات المنزلية. من أخطار استخدام المنظفات المنزلية الحرص الزائد على النظافة لدى بعض الأشخاص يجعلهم يفرطون في استخدام المنظفات في تنظيف المنزل ومرافقه. من الأخطار يجب الحذر عند استخدام المنظفات، لأنه إذا أنت أفرطت الإفراط في الاستخدام وعدم الالتزام بالتعليمات المدونة عليها، يضطر الإنسان والبيئة بتلف الملابس. أول شيء عندنا الإنسان عندنا من أخطاره هي الحساسية وجفاف الجلد وتشققه، التشوهات الخلقية للمواليد، صداع وألم في الصدر. عندنا بالنسبة للبيئة من الأخطار عنا ورش تلوث المياه الجوفية نتيجة استخدامها بكميات زائدة. أيضا عنا تلوث مياه الأنهار والسدود مما يضر الأحياء المائية والنباتات والإنسان، والأضرار في التربة الزراعية والإضرار بالأحياء الدقيقة التي تعيش في التربة. عندنا بعض المشكلات الصحية التي تسببها بعض مواد التنظيف. عندنا سائل الجلي، ما هي المشكلة التي تخرج من سائل الجلي؟ هي الحساسية وتشقق اليدين وجفافهما، والأمراض الجلدية وتشقق الأظافر، منظف الزجاج، الأضرار بالعين والجهاز التنفسي وحساسية الجلد. أيضا عندنا منظف البلاط، الحروق وحساسية الجلد والإضرار بالجهاز التنفسي والغيبوبة، مسلك الصرف الصحي اللي هي الحروق وحساسية الجلد. مشكلات، هذه المشكلات الصحية مهمة جدا يا خامس. منظف الأفران، الإضرار بالجهاز التنفسي، مسحوق الغسيل، حساسية بالحساسية الجلد وصعوبة التنفس، الكلور هي الربو والحساسية وألام الصدر، الإضرار بالجيوب الأنفية، منظف الأرضيات بالحمامات، ضيق في التنفس والسعال والغثيان والدوخة والعطاس الشديد والشعور بانسداد فتحي الأنف. من أخطار تعبئة المنظفات بالعبوات غير المخصصة، هي بصير عندنا تفاعل هاي مواد التنظيف مع العبوات الموضوعة فيها، أو التسبب في التسمم أو في الوفاة نتيجة شربها اعتقادا أنها ماء. من عنا الإرشادات الوقائية، من أخطار مواد التنظيف عدم خلط مواد التنظيف مع بعضها البعض، استخدام المنظفات باعتدال والتزام بالتعليمات التي تجعل استخدامها آمن، تهوية المنزل جيدا عند استعمال المنظفات، ارتداء القفازين والكمامة في أثناء استخدام مواد التنظيف، حفظ المنظفات بعيدا عن متناول الأطفال، الالتزام بالتعليمات. عنا الأسئلة بضل معنا واجب يا خامس. من أضرار مواد التنظيف، من أخطار تعبئة، أذكر بعض المشكلات، هذه مهمة جدا. عدد 3 من الإرشادات، يجب ارتداء القفازتين حتى أنتم تجيبون على الأسئلة. واستودعتكم الله في حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.